السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة كده جالنا طقم برضو من الطقم النوادر جدا، الطقم القارورة الكريستال بيور الأصلي، عبارة عن قارورة وست كاسات. حبينا إن احنا كده ايه يعني أول ما نفتحه وحضراتكم تشوفوه برضو معانا واحنا لسه بنفتحه لأول مرة. دي علبة الكاسات، تمام. دي طريقة التغليف، يعني تغليفه بسم الله ما شاء الله جميل جدا كمان اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ، ده كاس اهو، شايفين يا جماعة الكاس اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي، ثانية واحدة معاكم. افتح كده القرار اللي تحت ده خالد. تاني عشان لسه تبان فوق كمان. طلع لي الغطا. القارورة اهي يا جماعة، شايفين حاجة تقيلة وجميلة ونقية جدا 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 يعني. حتى الغطاء فيه برضه حفرة، يعني قارورة بغطاها مفيش فيها حتة مفيهاش فيها. والختم بتاعها طبعا مهم.